أيها السادة، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مقر مجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. معي معالي وزراء التربية والتعليم والمالية ومعالي وزيرة التجارة والصناعة عشان نعرض موضوعين مهمين جدا. أعتقد الموضوعات دي بمنتهى الأمانة يمكن إن شاء الله بتحقق نقلة نوعية مهمة جدا وبتلبي تطلعات قطاع كبير من الشعب المصري. البداية اللي أنا حبدأها الحقيقة بموضوع هام جدا، كان توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بالنظر في تحسين أحوال كل أهالينا ويعني الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم وعلى الأخص قطاع المعلمين. والحقيقة من وقت ما جالنا هذا التكليف من فخامة الرئيس، الحقيقة فيه كانت مجموعة عمل مشكلة بصورة مشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية علشان نحاول ان احنا نضع بصورة واضحة يعني بعض الإجراءات اللي فعلا ان احنا نرفع بيها من المستوى المالي للأجور الخاصة بالمعلمين وقطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم. ودول اللي يمكن النهاردة معالي السادة الوزراء هيشرحوه لحضراتكم بالتفصيل إن شاء الله، وده يعتبر الحقيقة يعني أنا بعتبره بداية جيدة جدا من الحكومة النهاردة، لأن معالي وزير المالية هيقول لنا حجم حتى الأعباء المالية الإضافية اللي احنا هنضعها على عاتقنا كحكومة في سبيل تطبيق المنظومة المقترحة اللي الحقيقة النهاردة وافقنا عليها، لأنها هتخرج في صورة قانون هيتم إرساله إن شاء الله للبرلمان اللي بنأمل إن شاء الله أنه يتم مناقشته وإقراره بأسرع وقت ممكن، تمهيدا إن شاء الله أن احنا نكون قادرين على بدء تطبيقه فورا اعتبارا من يناير 2021، يعني في خلال شهرين من النهاردة إن شاء الله. الموضوع الثاني وبرضو الحقيقة مشروع قومي من المشروعات القومية الكبيرة جدا لدعم قطاع الصناعة، وهو إنشاء المجمعات الصناعية الموجودة في 12 محافظة. احنا عندنا 13 تجمع وزارة التجارة والصناعة نفذتهم، والحقيقة هذه المجمعات النهاردة هدفها كله ببساطة شديدة انه بنتيح اماكن وفرص عمل جديدة بالاخص للشباب ولصغار المصنعين، يقدروا من خلالها ان هم يحصلوا على الورشة او المصنع جاهزين مبنيين بالكامل ومشطبين، وبيحصلوا على التراخيص بيكون جاهزة، بمعنى ان هو ما بيحتاجش ان هو ياخد اي موافقة اخرى، بمجرد ما بيتقدم لحجز هذه الوحدات احنا كدولة من خلال وزارة التجارة والصناعة بنبقى ملزمين ان احنا ننهي له كل الاجراءات وبنسلمه في ايده الرخيل الخاصة بالمشروع او النشاط بتاعه، وايضا بنساعده وبنبقى مسؤولين ايضا على استخراج السجل الصناعي والبطاقة الضريبية بتاعته. ده اللي هو لما ما يكونش لسه حتى شرع في يعني بدء النشاط الخاص بيه. ويمكن معالي الوزيرة النهاردة ان شاء الله هتعرض لنا، الحقيقة احنا طرحنا بالفعل اول 7 مجمعات من هذه المجمعات ال13، وهتشرح لنا بالتفصيل حتى ايه الشروط والتيسيرات المهمة جدا اللي انا يهمني جدا ان شبابنا اللي النهاردة مقدمين على ان هم يدخلوا وبيدوروا على فرص عمل حر، النهاردة ان احنا بنتحلهم من خلال هذه المبادرة ومن هذا المشروع الكبير، مش فقط ان بنديله مصنع جاهز منشأ، ولكن ايضا هناك آلية اخرى ومبادرة ان احنا بنساعده ايضا في ان احنا يروح يشتري المكن والمعدات ليشغل بيها المصنع بتاعه. انا مش هطول على حضراتكم واترك نبدأ الاول الموضوع الخاص بتحسين الموارد المالية للمعلمين. معالي وزير التربية والتعليم ومعالي وزير المالية يبدأوا يشرحوا. شكرا يا فندم. احنا يعني يسعدنا ان نزف بشرة سعيدة الى السادة المعلمين الاجلاء. حضراتكم عارفين احنا يعني قلنا ان السنة دي ان شاء الله تبقى عام تقدير المعلم، وبنشكر السيد الرئيس الحقيقة على دعمه لهذا للمعلمين وللتطوير التعليم بشكل عام، ودولة رئيس الوزراء اللي يعني أدار الشغل لحد ما وصلنا للنقطة دي.
طبعا شكر المعالي وزير المالية والفريق كله، عمل جماعي. احنا كلنا مقتنعين المعلم هو عصب العملية التعليمية ويظل عصب العملية التعليمية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وأي مقابل للمعلم لن يوفي حقه، ولكن بنحاول نحسن قدر الإمكان، ومعالي وزير المالية هيشرح التفاصيل. أنا بس عاوز أقول إنه يعني المعلم بالنسبة لنا هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ومهما عملنا من مناهج جديدة ومن امتحانات ومن تقنيات ومن وسائل، يظل المعلم في قلب من هذا. وبالتالي عشان كده النهاردة ده موضوع مهم جدا، ثقتي الحقيقة في قدرة معلمي مصر على قيادة تطوير التعليم المصري اللي أصبح ينال إشادة عالمية، ثقة غير محدودة. ويمكن حضراتكم تحبوا تسمعوا أكتر من معالي وزير المالية التفاصيل بتاعت ما نقدمه النهارده. اتفضل يا معالي وزير. شكرا جزيلا دعوة الرئيس. وزي ما دولتك أوضحت بأنه ده إحنا التوجيه الرئاسي صدر لنا في 16 سبتمبر نعمل على حزمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين. التوجيه دوت اشتغلنا عليه خلال الفترة الماضية مع وزارة التربية والتعليم، ويعني احنا اشتغلنا على عدد من العناصر تكون هي دي موجودة داخل الحزمة. العنصر الأول خاص ببدل معلم، والتاني حافز أداء شهري إضافي، والتالت منحة عن مكافأة امتحانات النقل، والرابع حافز إدارة مدرسية للإدارة المدير والوكيل، والأخير كان خاص بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية. الجزء العنصر الأول هو بدل المعلم، اللي وافق عليه النهاردة مجلس الوزراء هو زيادة قيمة بدل المعلم. القيمة اللي هي موجودة في 30/6/2020 تزاد بنسبة 50%. هذه الزيادة هيستفيد منها 1.4 مليون معلم. الزيادة دي هتتراوح من 75 جنيه للمعلم المساعد إلى 180 جنيه لكبير المعلمين. ده أول بند، وهو زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من القيمة الموجودة في 30/6/2020 ل1.4 مليون معلم بقيمة تبدأ من 75 جنيه للمعلم المساعد إلى 180 جنيه لكبير المعلمين. العنصر الثاني هو زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% من القيمة في 30/6/2020، وهيستفيد منها 1.4 مليون معلمي وزارة التربية والتعليم والأزهر، وبرضو الأولانية بدل المعلم هيستفيد منها معلمي وزارة التربية والتعليم ومعلمي الأزهر. القيمة دي هتزاد ب50%، وقيمة الزيادة هتتراوح من 140 جنيه إلى 185 جنيه بحسب الفئات. البند الثالث مكافأة الامتحانات النقل. الميزة الأولانية بدل المعلم 50%، والميزة الثانية بدل الأداء 50% دي للمعلمين. الميزة الثالثة بيستفيد منها المعلمين والإداريين. الميزة الثالثة زيادة 25% من قيمة المكافأة بتاعت الامتحانات المقررة في 30/6/2020، ودي اللي بتصرف لمرة واحدة عقب نهاية امتحانات الدور الأول العام الدراسي. دي هيستفيد منها 1.4 مليون من المعلمين و700 ألف من الإداريين، وقيمة الزيادة هتكون ما بين 50 إلى 155 جنيه. أنا اللي عاوز شهريا طبعا، أنا بس اللي عاوز أأكد عليه إن الزيادة بتاعت بدل المعلم هتكون تكلفتها 1.8 مليار جنيه. زيادة الحافز الشهري الإضافي هتكون تكلفتها 1.2 مليار جنيه. المكافأة بتاعت الامتحانات قيمة الزيادة هتكون تكلفتها 2.3 مليار جنيه. الحاجة الجديدة اللي هو العنصر رقم 4 هو تقرير حافز إدارة مدرسية. حاليا مدير المدارس أو شيخ المعهد أو الوكلاء لا يتحصلوا على أي مقابل للإدارة. بندخل حافز جديد اسمه حافز الإدارة المدرسية، قيمته 250 جنيه لمدير المساء أو شيخ المعهد، و150 جنيه شهريا
لوكيل المدرسة أو وكيل المعهد، هيستفيد من هذا 110 ألف مدير ووكيل مدرسة ومعهد بتكلفة 311 مليون جنيه. التكلفة لو احنا جمعنا الأربع عناصر دول، بدل المعلم 50% زيادة، بدل الأداء الإضافي 50% زيادة، وال 25% بتاعة مكافأة الامتحانات والحافز بتاع الإدارة، التكلفة بتاعتهم 5 مليار 611 مليون جنيه، ده بخلاف الأعباد التأمينية تتحملها الخزانة العامة للدولة. عاوزين نقول طيب ده هيكون تأثيره أو مجموعه إيه بالنسبة للبتاع؟ يعني أنا لو خدت كبير معلمين هلاقي إنه بدل معلم 180، حفز الأداء 140، متوسط نصيبه في مكافة الامتحانات 150، يبقى كده 475 جنيه. أعتقد لما هيتخصم بقى اللي هي التأمينات والضرائب وكده يبقى الصافي بتاعها في حدود 425. لو خدت معلم خبير وجمعت برضو البدل بتاعه 165 145 140 يبقى هياخد 450، برضو هنلاقي ان الصافي بتاعها ممكن يكون في حدود 420 او 415. لو نزلت لغاية معلم مساعد وده اللي هو البداية، هتكون الرقم اللي هو 75 بدل معلم و 185 حافظ الأداء ومتوسط نصيبه في مكافأة الامتحانات المبلغ الزيادة 65، ده كله بيجمع 325. لو احنا قلنا بعد خصم الضرائب والتأمينات وما إلى ذلك، أعتقد هتصفي عنده 300 جنيه، ده بخلاف اللي هو زي ما قلنا حافز الإدارة 250 و150 للمديرين والوكلاء. الشيء الأخير الخامس هو توجيه فخامة السيد الرئيس بأن يتم إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، وأنه يبدأ بتحويل مبلغ 500 مليون جنيه، 500 مليون جنيه من الخزانة العامة للدولة لهذا الصندوق، وأن يستخدم هذا الصندوق في توفير مزايا مالية ومزايا أيضا اجتماعية للعاملين. الصندوق ده هيكون تابع لدولة رئيس مجلس الوزراء، وهيكون لي مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم، وفي ممثلين عن النقابات المهنية، وفي ممثلين عن الوزارات ذات الصلة زي المالية، وفي أيضا خبراء، بالإضافة إلى أنه هيكون في مصادر أخرى لتمويل هذا الصندوق، نسبة 5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، نسبة 5% من رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، نسبة 5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنوية، نسبة 5% من رسوم ترخيص إنشاء وتشغيل مدارس خاصة، عوائد استثمار أموال الصندوق، أي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة، ما قد تخصصه الخزانة العامة اللي هيبدأ بنص مليار جنيه، بالإضافة إلى 2% من قيمة الزيادة اللي هي هيحصل عليها المعلمين والإداريين، هتبقى في حدود 5 جنيه أو خلافه، هتوضع في هذا الصندوق. وزي ما قلنا الصندوق ده ممكن في السنة الأولى على طول يكون عنده 3/4 مليار جنيه على الأقل، والموارد بتاعته بتزيد، وتستخدم هذه الموارد من خلال قرارات تطلع من مجلس الإدارة بمزايا مالية ومزايا رعاية اجتماعية للمعلمين وأيضا الإداريين. وكان فخامة الرئيس قال محتاجين أن الصندوق ده نقويه بحيث أن يبقى الصندوق ده يعني على طول بيوفر مزايا مالية ليه. بالخلاصة احنا كده المزايا اجماليها بالنص مليار اللي هتحطها الخزانة العامة للدولة يبقى 6 مليار 111 مليون، دولت مجموع المزايا اللي هتخصصها الخزانة العامة للدولة لهذه الحزمة، وهيستفيد منها 2.1 مليون 1.4 مليون من المعلمين و700 ألف من العاملين الإداريين. وإن شاء الله بإذن الله يعني دي خطوة، يعني احنا زي ما قال معالي وزير التربية والتعليم مؤمنين والحكومة مؤمنة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه التعليم والصحة سيكون يكون لهم الأولوية، وسيكون لهم الأولوية في أي إصلاحات. ونعتقد أن احنا عملنا جزء من هذه الإصلاحات في شهر يوليو اللي بدأ صرفه وكانت محسوسة لدى المعلمين.
إن شاء الله بإذن الله كل ما الخزانة العامة للدولة وإمكانياتها مع التحسن ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية سيكون مردوده، والأولوية بتاعته هو التعليم والصحة وتحسين أحوال المعلمين كما وجه فخامة السيد الرئيس طبعا أولوية. شكرا دولة الرئيس. شكرا يا فندم. الموضوع الآخر يمكن يعني عاوز أشكر وزير السيد وزير المالية وأطمن السادة المعلمين أنه ما تم من حزمة من الزيادات بالإضافة للصندوق، الصندوق الحقيقة هيوفر حوافز إضافية إن شاء الله أول ما يكتمل للأرقام اللي حضراتكم سمعتوها معتمدة على الأداء وطبعا ألوان من الرعاية الاجتماعية، فدي حزمة كبيرة جدا مش بس الأرقام اللي قالها وزير المالية اللي هتيجي كل شهر، ولكن الصندوق نفسه هنكافئ به كل مجتهد من المعلمين، فإن شاء الله الزيادات تبقى أكبر من كده. شكرا. شكرا يا فندم. معالي وزيرة الصناعة تفضلي يا فندم. شكرا دولة الرئيس. استكمالا لسيادتك اللي أفدت بيه إن هي دي مبادرة رئاسية لطرح مجمعات صناعية الغرض منها الأساسي هو إتاحة فرص عمل للشباب، إتاحة فرص عمل المواطنين بشكل عام، ممكن يكون صاحب مشروع ولكن كان بيشتغل بشكل غير رسمي لأن لم يتاح لي إقامة المصنع المهيأ إن هو يقيم فيه مشروع. إحنا في سبيلنا تم طرح حالياً 1657 وحدة في 7 مناطق صناعية من إجمالي 13 منطقة صناعية، إن شاء الله هيتم طرح الباقي توالي قرب نهاية العام، لكن حالياً تم طرح 1657 في عدة محافظات منهم الإسكندرية، الغربية، بني سويف، البحر الأحمر، سوهاج، الأقصر، المنيا. المساحات متنوعة بتبتدي من أول 48 متر وبتنتهي لغاية 800 متر، متاح الحصول على أكثر من وحدة وفقاً لطبيعة النشاط. هذه الوحدات كاملة المرافق، هذه الوحدات زي ما دولة الرئيس أفاد هي فيها جميع الاشتراطات بحيث ان هي مهيئة للحصول عليها بالترخيص. احنا من خلال طرح هذه الوحدات يسرنا الكثير من المستندات والمتطلبات، كان من اهمها 8 كراسة الشروط اللي بيتم بيها الطرح. احنا كنا في السابق لما كان بيتم طرح لاحد هذه المجمعات سعر كراسة الشروط كان بيتراوح من 2000 ل 2200، سعر الكراسة حاليا يتراوح من 300 ل 500 وفقا لطبيعة المجمع والوحدات المطروحة. على الجزء الآخر تم إلغاء جميع المصاريف اللي ممكن الطالب التخصيص أنه بيتكبدها، سواء دراسة الطلب بتاعه، الترسية عليه، كل هذه أصبحت خدمات تؤدى بدون مقابل، بالإضافة لأن تخفيض مقدم جدية الحجز كان في الماضي في حدود 50,000 جنيه، حاليا هو حده الأقصى 10,000 جنيه، كلها مؤشرات الغرض منها ان احنا نتيح اكبر قدر من التيسيرات لاصحاب المشروعات للحصول على هذه المجمعات وتوفير فرص عمل. على الجانب الاخر هناك تيسيرات في نفس المستندات كان في السابق مقصورة على من يمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكن احنا بنتيحها لاي حد يرغب في الحصول على مجمع أو وحدة أنه يعمل المشروع، ومن خلال الشباك الواحد في جهاز تنمية المشروعات سيتم إتاحة استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية من خلالنا، بالإضافة لكثير من التيسيرات التمويلية من خلال التعاقد مع 8 بنوك يتم إتاحة تقديم خدمة تمويلية لتقسيط الوحدة في حالة الرغبة في التملك. وهناك على الجانب الآخر نظام الإيجار، والإيجار مدته تتراوح حدها الأقصى 10 سنوات قابلة للتجديد، كانت في السابق حدها الأقصى كان 5 سنوات. الإيجار بيبتدي من 20 جنيه وفقا لطبيعة المحافظة اللي موجود فيها المجمع، وحده الأقصى 28 جنيه المتر، فطبعا هي نسبة تعتبر نسبة ميسرة جدا على أصحاب المشروعات وخاصة اللي بيبتدوا. فيما يخص التمليك احنا اتحنا نظام للتقسيط من خلال 8 بنوك متعاقد معها هيئة التنمية الصناعية، بيتم التقسيط حد الأقصى 10 سنوات بفايدة بسيطة، وهناك بعض البنوك من ضمن شروطها التمويلية انها بتقوم بكامل تقسيط ثمن الوحدة طالما المشروع له جدوى اقتصادية. على الجانب الآخر يتم إتاحة تمويل آلات ومعدات ورأس مال عامل سواء من خلال البنوك المتعاقد معها أو من خلال جهاز تنمية المشروعات. احنا كل المنظومة بشكل عام الغرض منها إتاحة مجمعات صناعية كاملة المرافق، فيها مش مجرد مجمع صناعي فقط ولكن هناك منطقة خدمات
هناك مكان لبنك، هناك مكان لكافيتريات ومطاعم. هي منطقة متكاملة، مش مجرد أنها وحدات صناعية، ولكنها منطقة صناعية متكاملة بما تحتويه من خدمات، بالإضافة لمعارض برضو لتسويق منتجات هذه المجمعات في حالة الإنشاء. احنا خصصنا قطاعات معينة لهذه المجمعات بحيث أن احنا نيسر على من يحجز هذه الوحدات في نوع النشاط اللي هو بيرغب في إقامته. حددنا الأنشطة دي بناء على قائمة الواردات اللي احنا كدولة بنشتغل عليها، بحيث ان احنا نتيح ليهم اكبر فرص لتسويق منتجاتهم. هناك الكثير من الأنشطة، الأنشطة الصناعية، سواء غذائي، سواء كيماوي، سواء مفروشات، سواء ملابس، وفقا لطبيعة كل مجمع. دراسة الجدوى حصل عليها كثير من التبسيط، بحيث ان هو اي صاحب مشروع يقدر ان هو يستوفي كل البيانات الموجودة في دراسة الجدوى، ولو احتاج المعاونة مننا وهو بيعمل دراسة الجدوى احنا على تم استعداد. الغرض احنا طرحنا، ابتدينا الطرح يوم 13/10، نهاية شراء الكراسات هيبقى يوم 2/11، وخلال هذه الفترة ممكن يتقدموا بالمساعدات المطلوبة، مساعدات بسيطة جدا، ونهاية المدة 23/11 يبتدي بعدها الموافقة على تخصيص الوحدات. متاح اللي يرغب أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات احنا بيتم الموافقة عليه، ولو في هناك بعض المشروعات تستلزم أكثر من 8 وحدات وهي مشروعات ذات جدوى، احنا برضو دي على سبيل الاستثناء ممكن دراستها والموافقة عليه. احنا طبعا بنتمنى ان يكون هناك، احنا في الفتره اللي ابتدينا الطرح فيها هناك اقبال لا باس به على شراء هذه الكراسات، فرصه جيده جدا الدوله بتطرحها لكل اصحاب المشروعات لاقامه مشروعاتهم بشكل رسمي بشكل ميسر، اهم مستندات ميسره ليهم سواء سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، والاهم من ده كله ان المكان يكون مرخص لاقامه النشاط الصناعي. شكرا. شكرا معالي الوزيرة، واسمحوا لي ان احنا يعني اختتم كلامي بتوجيه بعض الرسائل البسيطة. الحكومة بتبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصري في فترة يعني زي ما حضراتكم متابعين كل العالم بيعاني من تداعيات فيروس كورونا والتباطؤ الاقتصادي الكبير، ولكن الدولة والحمد لله يعني يمكن تبقى لآخر إفادات تمت حتى الأمس من أكبر مؤسسات دولية على مستوى العالم زي البنك الدولي والنقد صندوق النقد والمؤسسات يعني التصنيف، كلها بتشيد بالاقتصاد المصري وبتؤكد على يعني قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته يعني ضمن اقتصاديات قلائل جدا على مستوى العالم ان هو يعبر هذه الأزمة وانه يستمر بالنمو الإيجابي. ولكن انا بقولها وبمنتهى الأمانة والشفافية، جزء كبير جدا 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 من استمرارنا ويعني ان احنا نتعافى باسرع وقت ممكن ونرجع مره اخرى الى معدلات النمو اللي كان مصر وصلت لها قبل جائحه كورونا اللي كانت ابتدت تقترب من 6%، هو ان احنا كمواطنين يعني نستمر او نلتزم اكتر في موضوع الاجراءات الاحترازيه. وهقولها وبمنتهى الوضوح، يعني احنا بننظر بمنتهى القلق كحكومة للي حضراتكم اكيد متابعينه من عودة ارتفاع الارقام بصورة متواترة وكبيرة جدا 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 في كل الدول، سواء الدول العالم المتقدم او حتى دول المجاورة لينا. النهاردة ابتدت الارقام فيها ترتفع بطريقة كبيرة، وابتدت هذه الدول انها بتبدأ تاخد اجراءات صارمة لمحاولة تاني يعني عمل على تباطؤ عملية زيادة الأعداد. أنا كل اللي بطلبه وبهيب بالسادة المواطنين إن إحنا نلتزم جميعا بالإجراءات الاحترازية. الموضوع بسيط جدا، إحنا مجرد إن إحنا بنلبس الكمامة وإحنا بنتحرك في أماكن مغلقة أو في أي خروجاتنا، ده هيساعدنا بصورة كبيرة كلنا على تخفيف حدة انتقال المرض. إحنا داخلين خلاص على فصل الشتاء واللي متوقع فيه إن الأعداد هتتزايد، فمش عايزين ان احنا كحكومة نضطر ان احنا في مرحلة ما نبدأ مرة اخرى نشوف ايه الاجراءات اللي ناخدها واللي احنا كلنا بنبقى عارفين للأسف انها هيكون ليها تداعيات سلبية على اكل عيشنا وعلى شغلنا وعلى اقتصادنا. كل اللي بطلبه من كل اخواتي المواطنين ان احنا نكون كلنا مع بعض يعني نتبع بقدر الامكان الاجراءات الاحترازية. احنا كنا ماشيين بصورة جيدة جدا جدا لفترات معينة، ولكن ابتدى طبعا مع انخفاض الاعداد ابتدى فكرة الالتزام بالاجراءات الاحترازية بيخف،
وده يمكن اللي حصل على مستوى العالم كله. ولكن أنا بس بهيب بكل مواطنينا وأهالينا، أرجوكوا إن إحنا الفترة الجاية، إحنا داخلين خلاص، دخلنا فصل خريف وداخلين على الشتاء، محتاجين مرة أخرى نلتزم بقدر الإمكان بالإجراءات الاحترازية علشان ما تبدأش الأعداد مرة أخرى في الإزدياد والمعاودة للزيادة، وده هيبقى ليه تبعيات سلبية على الاقتصاد المصري وعلى ظروفنا المعيشية وأكل عيشنا لفئات كثيرة في هذا المجتمع. احنا ان شاء الله اللي اتعرض على حضراتكم النهاردة في موضوع تحسين احوال المعلمين، احنا بنعتبره بداية، وزي ما معالي وزير المالية قال القانون اللي احنا مقدمينه بيتيح لمجلس الوزراء مراجعة هذه الحوافز وزيادتها كل ما هنكون عندنا القدرة على هذا الموضوع، وده توجيه من فخامة الرئيس ان احنا هذا الموضوع ما يبقاش خطوة واحدة ولا قرار واحد، ان احنا بنراجع هذا الكلام بعد كده بصورة دورية، وكل ما هيكون عندنا الفرصة هنكون عندنا الإرادة والقرار لزيادة هذه الحوافز، لان قطاعات التعليم والصحة هم فعلا هم الأولوية الاولى في الفترة الجاية لتحسين احوال كل العاملين في هذه القطاعات، طبعا جنبا الى جنب مع دفع قطاع مهم زي قطاع الصناعة اللي بناخد فيه اجراءات كثيرة جدا لم تؤخذ من قبل في عمل مجموعة كبيرة جدا من الحوافز والاعفاءات وتشجيع كل قطاعات الصناعة ان شاء الله انها تنهض بالاقتصاد المصري في خلال المرحلة القادمة. انا بشكر حضراتكم، ومرة اخرى يعني كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وبدعو الله مرة اخرى ان يحفظ مصر من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.